ضيوفنا هلا اصوات ولا اروع، اطلقوا اغنيه خاصه بمناسبه عيد الامهات ليعيدوا اماتهم على طريقتهم الخاصه. الين شانتف صاحب صوت رائع، الكل بيثني على خامه صوته النادره. سامر كماش اللي كرم سابقا الشحروره صباح واهداها اغنيه تحيه بعيد ميلادها، واكيد الليله عم يشاركونا بحلقتنا لحتى يعيدوا امهاتهم وكل امهات لبنان باغنيه ناجحه كثير اطلقتوها شباب مؤخرا. بدي رحب فيكم حبيبي، اهلا، وبدي اعيد اول شيء امهاتكم، واكيد بعد شوي رح تقولوا لهم كلمه من القلب. سامر والي، اغنيه بمناسبه عيد الامهات عم نسمعها على الراديو واخذ ضجه كثير، لهالسبب انتم موجودين معنا، كيف طلعت سامر الفكره براسك؟ لانه انت اللي كتبت الاغنيه صح؟ اكيد طلعت الفكره انه انا بحب كثير ماما، اكيد مثل كل العالم، وحبيت كرمها، حبيت كرمها بشيء، فكتبت الغنيه ولحنتها، وانا لي تجارب بالكتابه والتلحين يعني، وبحس حالي مقصر يعني قد ما اكتب لها. اهديت الشحروره صباح كمان اغنيه. ايه كمان الشحروره حبيبه قلبي وبفتخر بصداقتها، واهديتها غنيه عجبتها كثير وعجبت كل الراي العام الحمد لله. هلا عم بعرف عم تحضر اشياء جديده، بدي اعرف ليه اخترت الي بالذات لحتى يشاركك بالديو بما انه انت كتبت ال ايه كتبتها ولحنتها، والي صديقي وبحب صوته كثير كثير ومن المعجبين بصوت الي، مشان هيك حبيت يكون معي لانه اثنين يوصلوا احساس للام افضل من واحد لحاله. الي اخذ ضجه كثير ببرنامج عرب جوت تالنت، ولما اللبنانيه كلهم حبوك وصوتوا لك و اولهم انت اولهم انا بقولها، وكنت عامل لك حتى حمله انه بليز صوتوا لالي لان صوته كثير حلو مع انه ما كنت بعرفك. الي لما حدا يكون هالقد العالم ناطرينه برايك مفروض يبلش باغنيه ديو مع حدا ولا كان احسن انه تكون اغنيه لوحدك؟ يمكن سالت اكثر مره السؤال، بس يعني لو ما انا مقتنع يمكن بالفكره اللي انا بنيتها من قبل، انه يمكن كلمة ماما اللي بتنقل اول كلمة للطفل هي ماما، فحبيت انه بلش، يمكن في يقول بلش مسيرتي بغنية ديو مع سامر بمناسبة عيد الام، يمكن هيدا التحليل اللي حللته ومش الحال الحمد لله. هلا اذا كلام سامر ولحنه وصل لي للي انا كنت حابب اوصله. دغري وافقت اول ما عرض عليك الكلمات والاغنية؟ ايه لانه دجا كانت بتجمعني بسامر علاقة هو. اذا بدك تقول هلا كلمة لولدتك بعد شوي رح تقلها اياهم بالاغنية كمان، شو بتقلها لي؟ بقلها انه كتير بحبها، ويمكن لو ما هي ما قدرت اوصل للي انا وصلت له، وبشكر الله انه يمكن الله حقق لها حلمها فيي، لانه هي كمان كانت تحب تغني. صوتها حلو كمان؟ ايه والله يطولي بعمرها، وانا كتير بحبها، ما في ايش عليها. حلو. سامر إيه؟ كمان بدك تقول كلمة لولادتك، تأثرت قبل ما تحكي؟ ايه بقلها بحبك كتير، وبقلها انت اللي بنيتي لي شخصيتي، وانت اذا في اي شيء حلو بسببها وبسبب المربى الحلو اللي ربتني اياه، وبحبها وقال لي خليها بصحتها. قديه فرحت انه اغنية لعيد الام هي كانت؟ ما بقدر خبرك يعني، هي اول وحدة سمعتها بس خلصت، وكانت فرحتها كتير كبيرة، ولهلا يعني رينكتون ولهلا، ما بقدر خبرك كيف. انا بدي اقول لكم ميرسي كثير لانه كنتوا موجودين معي، اكيد انتم معي لحتى تغنوا الاغنيه، مش فلين من هون قبل ما تغنوها. شو اسم الاغنيه؟ قلبي وقلبها. كلماتك والحانك. قلبي وقلبها، عم نحكي عن قلبك وقلب الام. ايه اكيد. رح نسمع سوا سامر كماش وإليم شنطف قلبي وقلبها، واسمعوا معي. ما بعرف ليش لما العالم كله يبعد لحظات الحنان بتبل، كل شخص له عندك غاية، كل قصة في إلها النهاية، ما بلاقي غير حضنك يبرد همي. ما بعرف كيف لما احس بوحدي زيادة، شوف الاشياء الحلوة عادي والناس اللي بحبها تفل، من حياتي انا بمل، ما بلاقي قلبك بيتي وحلمي. ما بعرف قديش ولا لأي حدود بحب نفس الانفاس وذات الدقة قلبي و
احلى الاوقات كون بقربة وتندهس قلت اللي قال دنيا امي اكثر الدمع عيونك خد حنان الدنيا بتصغر بنت الحياة ضمره وبوسة ايدك يا الصراحة عالإيمان وعالمحبة لميتيني مع اخواتي والكرم سرعتي بدربي خليتيني وثقت بحالي عاشق لبنان الغالي ذللتيني ومحرمتيني برغم الأحوال الصعبة وعلمتيني قدر بي واللقم بيني وبين خي اختي بعيوني احميها وبنتي اعرف كيف ربيها والوطن يبقى معبودي مدافع عنه مثل اسودي ربيتيني كون فنان بس عارف احمل بارودي ما بعرف قديش ولا لاي حدود بحب نفس الانفاس وذات الذات بنت الحياة غمرة وبوسة ايدك يا امي جد رائع. انا دغري بتأثر كلمات روعة صوت رائع لحن عن جد شيء ميرسي لك صور المشاهدين هن كمان اخر جملة شو بتقول ما غلط اللي قال الدنيا غلط اللي قال الدنيا ام هي اكتر قدام عيونها وحد حنان الدنيا بتصغر بنسى الحياة بغمرة وبوسة ايدك يا امي لازم تضلك تكتب عم بكتب اشياء كثير حلو مرسي سامر مرسي لك مرسي لي من جديد وانا على طول داعمكم وبرنامجي مفتوح مرسي على طول الناس اللي عندهم اصوات حلوة حبيبي تسلم نحن رح نروح على البريك